والله عيب يا زمن جاهل علت في ناس مش تستاهل ده بنتي ليه تشتري دولة والصحة لا مش بالساهل والصحة لا مش بالساهل في ناس كتير مرهان بينا مش عارفة ايه
تحدي نتعامل وعراكنا دايما وش في وش هنقوله بسعر حونا سكر والأسطورة مصطفى كش كلمة قالوها اتنين اخوان اصحى الصحاب كلها بياعة على وضعنا نفضل بشوات بعجرنا على حودة لعناعة ما تلمعلم وبيتعلم عارف الطريقة وكان يتكلم كان هيقول انت كريم ابو راشا عالم على اتخنها معلم دايرتنا واخدة الحرب قرار حلفة ما ترجع عنه في يوم زعمة دستولة جزار والباشا افضل لابو النوم هتسيع تخش معانا في وكر احنا في اي حكاية بنخلص الهرم يا عن احمى بكر والسندال هو بلا القنو السندال للحكايات مشتاق اجدع روح